لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ معاكم جيجي من قناة وصفات طبيعية مع جيجي. النهاردة بإذن الله هنعمل وصفة جميلة جدا بمكون واحد فقط لتبييض وتفتيح البشرة، مكون رائع جدا جدا وبيجيب نتيجة فعالة للبشرة. والمكون اللي انا هستخدمه النهاردة يا بنات معاكم هو مكون طبيعي، هنعمل منه الغسول الجميل اللي احنا شايفينه ده، وهنمسح بيه بشرتنا، هيخلي بشرتك زي القمر ان شاء الله. يلا بينا نقول ايه المكون اللي انا هستخدمه معاكم النهاردة واقول لكم طريقة استخدامه. يلا خليكي مع جيجي، اوعى تروحي بعيد. المكون اللي انا استخدمه معاكم النهارده يا بنات هو العرقسوس. العرقسوس رائع جدا جدا يا بنات، من الاعشاب الرائعه والجميله جدا لتفتيح البشره. بجد ان شاء الله باذن الله الوصفه دي هتكون فعاله معاكم، انا متاكده انها جميله جدا وعن تجربه ان شاء الله باذن الله تنول اعجابكم. يلا بينا هقولك تستخدمي العرقسوس ازاي ونعمله ازاي. كل اللي انا هحتاجه يا بنات في الوصفة بتاعتي هنحتاج 4 معالق من العرقسوس، وهقول لكم دلوقتي يلا بينا نعملهم مع بعض. انا هجيب الطبق بتاعي زي ما احنا شايفين كده، هنحط فيه 4 معالق فقط من العرقسوس. هنحط 4 معالق يا بنات من العرقسوس، وهقولك دلوقتي هنستخدم الوصفة بتاعتنا ديت ازاي. بالشكل ده انا ضفت 4 معالق يا بنات من العرقسوس، ومعايا هنا كوب من المية الدافية، يعني مش عايزة مية تكون سخنة قوي ولا باردة، انا عايزة مية تكون دافية. وهنبدأ يا بنات نقلب الوصفة بتاعتنا بالشكل ده بحيث ان انا ادوب العرقسوس في المية. زي ما احنا شايفين كده انا قلبتها، هنسيبها ربع ساعة، وبعد ربع ساعة هقولك تعملي ايه. بعد ما سبتها يا بنات ربع ساعة هبدأ اصفيها بالمصفى بتاعتي. هنجيب الطبق بتاعنا والمصفى بالشكل ده وهنصفيها بالشكل ده، انا عايزة المية بتاعتها فقط بالشكل ده. يا بنات انا صفيتها وحطيتها في الازازة ديت زي ما انتم شايفين كده. طريقة استخدامنا بقى للوصفة دي يا بنات سهلة جدا، بس عايزة اقولك قبل ما نعمل يعني قبل ما نقول طريقة استخدامها، عايزة اقولك انك ممكن تضيفي معلقة واحدة من خل التفاح على المكونات على الغسول بتاعنا ده. ممكن تضيفي معلقة واحدة من خل التفاح، لو انتي مش متوفر عندك خل التفاح عادي جدا مفيش داعي، وانتي هتستكفي بالغسول بتاعنا ده. وطريقة استخدامنا ليه ممتازة جدا جدا. هنجيب منديل من مناديل الميك اب اللي احنا بنستخدمها لمسح المكياج، ويا اما هتجيبي اي قطن عندك، هتجيبي منديل زي ما قلتلك يا بنات من مناديل المكياج ديت، وهتحطي عليها من الغسول بتاعنا ده بالشكل ده زي ما انت شايفة كده، وهتبدأي تمسحي بقى بشرتك كلها وحوالين الرقبة برضو، حاولي تمسحي برضو بالغسول ده. بس اهم حاجة اما تيجي تستخدميه حاولي ترجيه كده، علشان لو انت حاطة خل التفاح او برضو لازم ترجيه بالشكل ده، وهتاخدي على القطنة بتاعتك وهتمسحي بيه بشرتك كلها وهتمسحي بيه رقبتك. الوصفة دي ممتازة جدا جدا يا بنات، ده غير ان لو في اي تجاعيد بتضيعها ان شاء الله. حبيب قلبي دي كانت الوصفة بتاعتنا، يا رب تعجبكم وان شاء الله تستفيدوا بيها ونجيب نتيجة ممتازة معاكم. اذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، شيروا الفيديو لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد، على الفيسبوك وجوجل بلس واتساب، واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة مع جيجي للوصفات الطبيعية. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.